في رأيي دايما انه قبل استخدام اي تقنية المفروض يكون في تأهيل ليها، يبقى في انتقاء وعمال عقل ويعني نجاح في الاختيار كيفية استخدامه. احنا ما عندناش الثقافة اللي بتحمي الاجيال من انها تستخدمه صح، وخاصة انه دلوقتي في يعني حرب العقول. يعني هو بيقصد الالعاب الالكترونية لمجرد انه بيوصل في وجدان الشباب او المراهقين او الاطفال معاني معينه، هو بيربي عن بعد وبيحاول يوصلهم لحالات نفسيه وعقليه بالشكل اللي هو عايزه. هنا متخذ القرار المفروض ان يبقى عنده يعني فكره لاهميه وخطوره استخدام الانترنت في الوقت الحاضر، لانه يعني بيستخدم في إنه يعني يوجه الـ الأجيال والمجتمعات بالوجهة اللي تخدم مصالح الدول الكبرى. فمش حكاية جيمز وفقط، هي المسألة أكبر من كده. فمهم جدا إنه مع إنه في مساحات كبيرة للاستخدام الإيجابي للإنترنت، وطبعا أنت متابع إن وزارة التعليم عملت التعليم عن بعد وعملت ريسيرش لأبحاث كتير جدا وتستخدمه بأنه التعويض عن التواجد الجسدي في المدارس. استخدام إيجابي، فما فيش مانع أن يبقى فيه يعني برنامج ثقافي أو مشروع ثقافي لتأهيل الأجيال إذا كانوا أطفال أو مراهقين أو شباب لكيفية استخدام الأمثل، والتنبيه والتوجيه على إنه إحنا مجتمعات مستهدفة، فلابد من الانتقاء وإنه ما تسيبش نفسك أداة مستخدمة. فده مهم جدا، يتحط برنامج ثقافي ويبتدي طول الوقت يبقى فيه نوع من التنوير والتوجيه والتوضيح، عشان الناس طبعا او خصوصا ما عندهاش الوعي الكافي اللي يخليها تدرك الابعاد يعني الاجنده العالميه في استهداف المجتمعات. فالوقت ما تقدرش انك تضايق عليه في الوقت عشان تبعده عن، لا، لازم هو اللي يختار ويكون في اعمال عقل وقدره على الانتقاء السليم. فده محتاج لبرنامج ثقافي ووعي من متخذ القرار. للأسف متخذ القرار نفسه محتاج بتوعية لخطورة استخدام الإنترنت بالشكل على كل المستويات، وخاصة وزير الثقافة. يعني المفروض إن الثقافة النهاردة دي محك مهم جدا، وأنا مع كل احترام لوزارة الثقافة الحالية، لكن الثقافة مش إن إحنا نعمل نقص الشريط ومهرجانات وافتتاحات، لا. الثقافة مظلة كبيرة يجب يندرج تحتها التعليم والإعلام، ويكون في هدف مشترك لدى جميع الهيئات المعنية بالشكل اللي يخلق مناخ طارد لكل السلبيات اللي ممكن باستخدام الإنترنت ينالوا من مجتمعنا. طيب، ممكن حضرتك تطلعينا على أحدث الأبحاث اللي بتثبت وبتظهر خطورة بعض الألعاب الإلكترونية مع الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية؟ أنا عملت دراسة عن الاستكشافية عن المجتمع الافتراضي للإنترنت، ولكن ما كنتش مخصصة فقط للألعاب، إنما من أهم النتائج إنه الإنترنت بيستخدم في الاطلاع على المواقع الإباحية ثم التسلية والترفيه والألعاب والجيمز. فإذا يعني دي نتيجة جت، إنما أنا ما ابتدتش، ما صدرتش يعني قلت ان الجيمز هي دي المتربعه على عرش الاستخدامات، ولكن هي ظهرت في نتيجه الدراسه بان هي اوكي بتيجي بتندرج تحت يعني من اهم الاهداف اللي بيتدخل بيها الاجيال، خاصه الاجيال الصغيره في السن. فده دي نتيجه كانت مهمه جدا. يعني للاسف ما بيطلعوش على موسوعات ثقافيه، ما بيدخلش يدور على في المعارف، ما بي يعني للأسف ما بي قليل، نسبة طلعت قليلة جدا هي اللي بتستخدمه استخدام ثقافي إيجابي.
لكن النسبة الأعلى متجهة للترفيه وتضييع الوقت، وللأسف يعني ده كانت نتيجة يعني غير، ودي اللي خلتنا كتبنا في التوصيات إنه مهم جدا إن يكون في التوعية، يبقى في وعي وتثقيف للأجيال لكيفية استخدامه والتأهيل لاستخدامه، التأهيل العقلي والنفسي لاستخدامه.